اش كيدير؟ واش الاخوان السلام عليكم، لاباس عليكم؟ هانيه كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. الى اول مره غتفرج فيها مرحبا بك فلاشين ديال اريستون ضمن العائله ديال اساطير. دير شي جيم وشي افوني علاش لا. وبغيت نطرح لكم واحد السؤال، بغيت نقول لكم الاخوان فوقاش بغيتونا نبقى نحط لكم الحلقه، تشوفوا الوقت اللي بغيتو نتوما نبقى نحط لكم فيه اين نهار. المهم قولوا لي في الكومنتيرات اين ساعه او اين نهار بغيتو نحط لكم الفيديوهات. ويلا نبداو بعد الانترو. عشيري سير ديكلاري بها سير شافيك 22 يوم ديكلاري على الشهر واحد التهمه ديال ان ضربات كل شيء حاجه راه اعتداء اداسي اعتداء جنسي شتيك الله ديك غاتو حيمه الناس كيتبرعوا بالدمويه فاش مصاحب مع دريغولا مصاص الدماء والله الا مصاحب معاها صاحبي ترى هذيك باش يبوس هذيك راه خدات لك الدم صاحبي ايوا الدجاجه بقوه الخلعه بدات تطير شوف شحال من مرتفع شوف اصاحبي وضروري غطير غتخاف على راسها صاحبي غتولي الطير تجري وي لا ها ها اوكي والحاج فقيرك يحيد منه الجنون مزيان مزيان رحبوا بها صاحبي رحبوا بالكوري ديالنا صاحبي راه الكوري الله يعمر هذا راه صاحبي اللي تفرج في ماوسا اللي تفرج في ماوس غير الكوريين بالله ناضيين والله العظيم صاحبي صاحبته صاحبته ايوا مسكينه راه سخفات في الدوش وطاحت يا واش تطلعتي ليها انت الاعصاب حشومه عليك الحقير والله العظيم كنت انا درت لي واحد النهار ودعيتها الله فهمتيني دعيتها الله خوي ديالي قالت لي راه صاحبتي طايحه مشات للطبيب وراها في السبيطار وماما راه بقات في الدار ياك بنت الحرام ياك ديري بيا انا ولكن معليش شوف دارتها بينا دارتها بينا كاملين وقعت لي وقع لينا هذا البلان كاملين وقع لينا هذا البلان الله الله لا غتكمل قرايتها اندومي بسبع خضاري الشركه ديال اندومي وما عرفتش بالله يقدروا يقدروا يصايبوا بها كسكسو خارجه من السادس لا انا غندوي 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 عاد اش غندوي بلا 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 ما كيدير والو قال لك الكلب اللي كينبح ما كيعاطش كيلعاز انا نقول لك الصراحه راه هي بحال اللي كتهضر لما على شي كسكاس ولا بحال على شي دلاح انا هو راه بصح اللي كيدوي بزاف راه غندير 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 راه ما كيديرش في الاخر عمك 50 جدك ان شاء الله تعالى امشي خويا السلام عليكم الله يسعدك الوالده اش كاين عرفت ها الناس المرضيين باينين من الطريق ما شاء الله هادو ديال الوالدين الوالدين ديالو الله يفتح عليه نسال الله عز وجل يرحمهم فوق الارض وتحت الارض ومن العرض عليه كذلك جدك ان شاء الله تعالى وعمك جدك عمك
عمك وجدك الله يجمعهم مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أنت الله يحفظك بما حفظ به القرآن الكريم. أودي كوما جيتيني شوي غنضرب الدين ديمك بهاد لا سوري ولا بهاد الكلافي. بهاد الكلافي نعطي الدين ديمك اللوجه. والله غنعطي الدين ديمه اللوجه صاحبي بحال هاد النوع. دابا خصني ضروري نعطي الفلوس باش تدعي معايا سكوك الغفران. حنا ايوا حنا ولينا كنرجعوا لدوك الايام الجاهليه وصافي. راه باينه كامل اللي خلاص في جيبنا غلا كارطا. ايوا زيد زيد زيد. يا واه يا الشيخه تاع صاحبي. شوف الشيخه راه قاريه الايكوميرس ما تبان الايكوميرس. فهمتيني؟ عارفه كيفاش غتحيد منك الفلوس وعارفه بالله انت جيتي اصلا باش تحط الفلوس. داخل العرس فيه الشيخات وداخل البواط فيه الشيخات. كيفاش بغيتي تخرج انت ومعاك الفلوس؟ غتدخل بفلوس غتخرج خاوي. الشيخ اشباب في رمضان درت فيها. اولا شبابه غير شوي وقلي. ايه في العيد حسب لي بجلالتي. شحال عندك دراهم ما ردك؟ يا ده او يعطي شيرت. لا عطيت تتكلم العريضه طويله رقيقه المتزوجه العصبه الهشيله تقلشي يا ده. لا كاينه جلابه الشابه ورده كاينه. اي هاي 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 او يعطي شو جلابه اباسي زوينه هجالك انت هجال. خصك انت جلابه كنت قصيره انت خصك جلابه وتكون صغيره عليك فهمتيني. انت تخرجي الطريق المنحرف صافي. كل شو لا بغى يخرج للطريق المنحرف عطيهم باش يخرجوا. اول حاج نسل التقديه دابا اللي كتخرج بهاد الحوايج. واش ما عندكش باك ما عندكش خوك ما فهمتش انا البلان. كيخرجوا هكا مع الريات للزنقه شنو بغيتي تيه في الزنقه؟ واش دك شي واحد تما غيخليك والده ولا حامله ولا شي حاجه من داكشي. رجا فرحانه براسها تريكو فوق الكرش ومصاص دمع الريين والفوق هنا هابط هي. اش كتمعني لينا؟ اش كتمعليني ناصح؟ يوقف عليها شي واحد تقول لي لا انت متحرش. ايوا انت اش عقلك اش فيه خارجه ليا عريانه هكاك خويا. هما اصلا بغاو اللي تحرش بهم لابسه هكاك. شنو بغيتي زعما؟ بغيتي ندعو معاك؟ خارجه تما في الزنقه عريانه وها شوفوني. ولا هذا راجل. هذا باينه راجل. شوف اليدين وشوف الوجه. انا يلا لاحظتها. هذيك انا الطاهي هذيك. جمع جلالة الملك مع البلاط الملكي غتلقى لا خويا اش من اش من لا 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 القانون المالي اللي يقدر اي واحد يطالع عليه هي 777 مليون سنتيم في النهار. عاش الملك انا ما حسيت والو. هو تاج فوق راسنا الله ينصره الله يحفظه. الصبوره بقوه الخلعه ما بغاتش تمسح. 77 مليون في النهار يا معلم. لا انا ما قلت والو. هو اللي قال قلنا راه كيقلب اصاحبي يدخل الحبس بايتها طريقه. راه مش حامل مره صاحبي هو كيجبد وداك الشيء فهمتيني. راك عارف اتفرج في الفيديوهات ديالهم شحال كيجبد. خصو يدخل الحبس السيد صاحبي والو. ودار جميع المحاولات باش يدخل الحبس ما دخلش. ايوا الاخوان وصلنا نهايه الفيديو. كنتمنى الحلقه تكون عجبتك. ولا عجبتك دير شي جيم وشي ابوني علاش لا. وتلقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تهلا في راسك وتهلا في والديك. تهلاو.